مباراة الرائد والتعاون مباراة الأخيرة لياب الدوري السعودي موسم اللي راح موسم الماضي موسم الماضي فلو يا ليت تعرضونه ليه راسختم ذهنك هالمباراة؟ لأن مباراة تحدد مصير التعاون وتحدد مصير الرائد إذا هو فاز صعد لكأس الملك وانتهت فوز الرائد 2-0 2-0 والتعاون إذا انهزم وانهزم القادسية ممكن إذا فاز القادسية ممكن ينزل يتقدم بمرورها حضرمي كرة في المرمى الله